اطلق بن علي العنزي معلقا على الشوط المفتوح للقعدان. شكرا محمد بن بريك المري. ايها الاخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، احييكم وارحب بحضراتكم في هذا المساء المميز، اجمل واطيب التحايا في هذه الامسية الرئيسية الخاصة بسن اللقاية، الرموز اللقاية في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. سلام للشيخ الأمير الوالد الصامل اللي طيب فعله وافي، أبو الكرم راعي المقام الخالد، يلد عينه في الضعيف الحافي وفي اللي تغطرس، والله انه مالد دفان فقر وطيب جرح وشافي للي يعاني من الزمان الجالد. هذا هو ابو مشعل حفظه الله ورعاه. متابعينا مشاهدينا الكرام، انطلاقة موفقة لهذه الاسماء في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، خنجر في الضي بالاضافة الى مليون ريال قطري لصاحب المركز الاول، جوائز نقدية قيمة الى المركز الخامس. تابعنا الحذرة بشعار بن مقارح خاطفة الشلفة في اقوى اشواط اللقاية، منتزعة ومهدية عشاق شعار بن مقارح. هذا الرجل الذي يعرف كيف يتعامل دائما مع الاشواط الرئيسية خصوصا الرموز. تهانينا ابو حمد على هذا الفوز. متابعينا مشاهدينا الكرام، انطلاقة لهذا الشوط وهذا الشوط المليء بالاسماء والشعارات الكبيرة المشاركة بحثا عن تحقيق هذا الرمز الغالي مباشرة الى المركز الاول. هذا هو الشعار بنواس على المركز الاول، وهذا الفارس بشعار السيد احمد بن علي بن محمد بنواس الكتبي على المركز الاول. المركز الثاني المستشار للسيد سعيد بن صالح بن سعيد آل بريس المري على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد شعار بن حلوس على ظهر الشمالي، وهنا السيد محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري على المركز الثالث. المركز الرابع علي بن محمد بن عبد الله الزعبي شعاره على ظهر كرار. المركز الخامس يتواجد هنا الشعار الكعبي على ظهر ارحبوا. يا سلام، اهلا وسهلا بهذا الاسم الكبير، محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي على المركز الخامس، بين قوسين ارحبوا على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام لهذه الاسماء العملاقة، خمسة اسماء، خمسة شعارات، خمسة ابطال، خمسة مبدعين يبحثون عن ماذا يا الكربي؟ يبحثون عن الخنجر ومعه مليون ريال قطري، جائزة ثمينة تنتظر فائزا بطلا من ابطال هذا الشوط. الكل مرشح الحقيقة، كل هذه الاسماء رصيدها مليء بالانجازات، اللي برصيده سيارات واللي برصيده رموز واللي برصيده اشواط رئيسيه، الكل عينه على الخنجر والناموس حاير كما يقول بن بريك، حاير وطاير. اين سيتجه الخنجر يا اخواني؟ اعود الى شعار بنواس على المركز الاول على صداره ومقدمه الشوط. هنا قادم من الامارات، من دوله الامارات الحبيبه، اخواننا واصدقائنا من الامارات ومن السعودية ومن السلطنة ومن الكويت ومن البحرين، كل هؤلاء يا ابناء الخليج اخواننا. نرحب بالجميع في دوحة الجميع في دار آل ثاني الكرام. يا سلام
اليوم الخنجر يا اخواني، الخنجر عند خط النهاية بدأ يتسلل هذا الشعار الخطير، هذا الشعار الخطير القادم من الوثبة، القادم من الوثبة هنا مع الشمالي بن حلوس، بن حلوس على المركز الثاني، على المركز الثاني. على المركز الثاني ينطلق في هذه اللحظات الشمالي محمد بن عبيد بن حلوس من ذيبان العامري. بدأ الزعبي مع كرار، ماركة كرار الغنية عن التعريف. الزعبي يخاطر، يزج بهذا الاسم الكبير عليه الرقم 1 والخنجر. يا الزعبي الخنجر هدي اعصابك يا الزعبي شوي، هدي اعصابك يا علي، وين علي هدي اعصابك شوي يا علي. الله، الخنجر في خط النهاية ينتظر هذا البطل. المركز الثاني بنواس، المركز الثالث الكعبي. هذا شاهين البريدي قادم، الشعار البحري قادم بكل قوة، والفايز مطر بن محمد بن دحروي العامري قادم، وبن عويضان قادم. ولع، روح يا علي روح، ماذا تنتظر؟ أتنتظر هذه الأسماء العملاقة؟ روح يا راعي كرار. الخنجر الله، بن دحروي على المركز الثاني، وكرار حرك الحديدة، روح الى الخنجر ايها الزعبي. والله سواها راعي كرار. حيوه يا اخواني، حيوا كرار، حيوا الزعبي. خذ الخنجر علي الزعبي، حقق الخنجر مع كرار. الله، تهانينا لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي، خاطف الخنجر في الشوط الرئيسي الاول. الله الله الله، ناموس ولا اروع، تهانينا والناموس. المركز الثاني الفائز مطر بن محمد بن دحروي العامري. المركز الثالث متوكل علي بن سعيد بن سالم الزرعي. المركز الرابع الفارس لأحمد بن علي بن محمد بن واس الكتبي. المركز الخامس مربوش للسيد محمد بن عبيد بن راشد آل فهيدة المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، كرار عنوان للشوط الرئيسي الاول، وكرار غني عن التعريف، ماركة مميزة عند ام الزبار هناك يا شباب. الله، هذا القعود صاحب عوايد، صاحب اشواط رئيسية، اليوم يحقق الخنجر في اقوى واغلى مهرجانات الخليج. هنا مهرجان الامير الوالد حفظه الله ورعاه، هذا هو كرار الفائز بالخنجر في الشوط الرئيسي الاول، علي بن محمد بن عبد الله الزعبي. تهانينا الحمد ولاخوانه الكرام على هذا الفوز المستحق، فوز كرار، ماركة كرار، وعليه الرقم 1 يحقق الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7:19 و79 جزء من الثانية، هو توقيت كرار علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. تهانينا والناموس لهذا البطل الفائز بالشوط الرئيسي الاول. المركز الثاني 7:20 90 جزءا من الثانية، الفائز لمطر بن محمد بن دحروي العامري. تهانينا والناموس. المركز الثالث متوكل لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي.
التوقيت الزمني 7:23 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس، تهنئة مرة أخرى للفائزين بالأشواط.